ذكرت ان هذا الاعلام وليس اعلام. يعني انا اللي عندي النتيجه اللي شفتها في دائرتي تعرفين عقب اللجنه العليا هي اللي اجتمعت. الصحف كلها كلهم نزلوا النتائج. امبلا اكو عندنا الصور حتى هو كل شيء عندنا الجرايد الوطن حطه والايام والنصب بعد النصبيه اي كل مكان قاعدين في القاعه وانتم ولا خبرنا احد ولا حد دخل علينا ولا كلنا انفينا الخبر احنا قلنا بعد مكتوب شنو بتكمته؟ شنو؟ كل خبر؟ مبدئي بس احنا ما قلنا يعني هذه الصحف روح اشطارتهم يعني اشاعات نسمع بالنسبة حق المرشح مراد علي عبد الرحمن حصلت على 492 صوت المرشح محمد حسين جناح حصلت على 1852 صوت بس بعد في اللجنه انزين بس بغينا عدد الاوراق اللي موجودين وعدد اللي صوتوا